فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك شكرا للزميل عبد العزيز النصر، شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم. ومن خلال منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي، الجولة التي انطلقت ليلة البارحة ونجح من خلالها ساسولو في أن يحقق الانتصار في مارك أنطونيو بن جودي، الملعب الخاص بنادي إيلاس فيرونا، وعاد بنتيجة 1-0 في انطلاق مباريات هذه الجولة. اليوم ثاني مبارياتها هنا في هذا اللقاء، يوفنتوس يحل ضيفا على فيا دي ماري، الملعب الخاص بنادي ليتشي، وسط حضور جماهيري كبير هنا في هذه المواجهة، ووسط استياء أيضا من جماهير ليتشي التي احتجت ليلة البارحة ووقفت أمام يعني إدارة النادي وطالبت باسترجاع بعض مبالغ التذاكر التي ارتفعت قيمتها أساسية في الجهات اليسرى بالبرازيلي جابرييل في حراسة المرمى الذي يتعرض للمحاولة الأولى، لكن الكرة بعد ذلك من إيميري تشان إلى خارج أرضية أوريسيو الساري. اليوم كلها الأسماء التي اعتدنا عليها، محاولة تأتي والتصدي من تشيزني، تشيزني يتصدى للمحاولة الماضية، خطيرة جدا لأصحاب الدار، تعود من جديد رأسية داخل على مستوى التشكيلة باستثناء القرار الفني، كرة تصل إلى جونزالو، جونزالو إيغوين يسدد، لكن حارس المرمى البرازيلي جابرييل حاول لمصلحة ليتشي، ملعوبة بشكل مثالي جدا، وصلت في الجهات اليمنى الآن البرازيلي دييغو فارياس. ليتشي عنده 7 نقاط، النقاط السبع كلها خارج الديار، كرة لا زالت لمصلحة أصحاب الدار، عرضية داخل منطقة الجزاء، سعيد لليتشي مع بداية أحداث الشوط المباراة الأول، فارياس يلعب الكرة بين أقدام برناردسكي في منطقة الجزاء، خطيرة من ديبالا، لكن تغطية وإبعاد. ديبالا هدفين في هذا الموسم، او هدف في بطوله الدوري، لكن التالق المقام المرتده لمصلحه اصحاب الدار. ليتشيلان تسديده تاتي، ديبالا ينطلق يمر يبحث عن من هيغوين في منطقه الجزاء، ملعوبه الكره الماضيه ابعدت من اماني غونزالو الى خارج ارضيه الملعب، الكره تصل الى ركله ركنيه. هنالك امور تحكيمية تخدم يوفنتوس في اللقطة الماضية، اعتقد القادم على مستوى خط دفاعي منتخب هولندا ويوفنتوس، كرة بأقدام غونزالو إيغوين، تسديدة من الأرجنتيني إلى خارج أرضية الملعب، اصطدمت الكرة تحولت إلى ركلة ركنية. 7 نقاط ما بينما يحصد خارج الملعب وداخل الملعب، كرة بمحاولة، هدف يأتي، نعم هدف يأتي عن طريق إيغوين، يسجل بعد سلسلة من المحاولات وبعد المطالبات، يأتي إيغوين ويضع كرة في المرمى ليسجل 3 أهدافه في هذا الموسم، غونزالو إيغوين يضع يوفنتوس في المقدمة، 3 أهدافه الآن. والحديث عن غونزالو إيغوين، هدف لإيغوين يأتي، يتقدم يوفنتوس بأول أهداف اللقاء، بأول أهداف اللقاء، لا وجود للتسلل، هو كان ينتظر قرار الحكم المساعد، وبالتالي يعود الحكم الآن إلى إلغاء الهدف. من أمام لوكوموتيف موسكو، كرة لمحاولة في منطقة الجزاء، صافي راتيس ديليخت على مستوى السيطرة والاستحواذ على الكرة، تعود من جديد والتسديدة تأتي، لكن كرة من بيتريتشوني المحاولة الماضية إلى خارج أرضية منافسات هذا الموسم، كرة بمحاولة أمامية، غونزالو إيغوين يسدد إلى خارج أرضية الملعب، كرة خطيرة ملعوبة وصلت إلى غونزالو إيغوين داخل منطقة الجزاء، شوف تمريرة ديبالا، شوف تمرير العقد، حبة اللولو الكبيرة اللي في وسط العقد، هذه كرة بمحاولة تأتي لكن إلى خارج أرضية الملعب، الكرة تصل إلى ركلة مرمى. من يجد ديبالا في الجهات اليمنى، ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تصدي وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، الكرة عن طريق ملعوب الآن في منطقة الجزاء لمصلحة يوفنتوس، تأتي تسديدة من ديبالا لكن إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة الكرة الماضية، باولو ديبالا الأوروبية التي ضمنت من خلالها إيطاليا التأهل إلى نهائيات أمم أوروبا، دار مواصلة حلم تحقيق 9 على التوالي، عرضية في منطقة الجزاء مرت من إيطاليا، محاولة تأتي لمصلحة أصحاب الدار الآن، ملعوبة أمامية، اللقطة كرة بتسديدة لكن أيضا
مرت تحولت إلى ركلة مرمى. الكثير حقيقة من الآلام خلال السنوات الماضية. عموما كرة بمحاولة أمامية لا وجود فيها للتسلل، وصلت إلى غونزالو إيغواين يسدد، لكن دانيلو أمامية ملعوبة، الكرة طالت على برناردسكي، مستيغيب أيضا من مباراة اليوم. عموما كرة بمحاولة تأتي وتسديدة، لكن أيضا تحولت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تصل إلى ركلة مرمى، محاولة يطلب من خلالها برناردسكي بركلة ركنية، لكن لا زالت الأمور قائمة. كرة ملعوبة بعد ذلك في الجهات اليمنى الرأسية، لكن مرت تحولت بنتاكور، يلعب المحاولة في منطقة الجزاء الرأسية من المتراجع باولو ديبالا، تغيير لهدول بخسارة. كرة بمحاولة تأتي، تمريرة تأتي ملعوبة، كرة الماضية سقوط وركلة جزاء، لا ركلة مرمى، ركلة مرمى، مطالبة أخرى بركلة جزاء، مطالبة أخرى بفترة القادمة من منافسات الدوري. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهات اليمنى، لكن يجب أن تترجم الآن، يجب أن تترجم الآن. كرة داخل منطقة الجزاء ملعوبة، والكرة تصل إلى برناردسكي، عرضية في منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع. الكرة الماضية عند بابكر داخل منطقة الجزاء، الآن بابكر يحاول وسط في الوقت المناسب يتدخل، لازالت مستمرة لمصلحة نادي ليتشي، عرضية تأتي وراسية، لكن راية وتسلل، التسلل ختام لمشهد شوط المباراة الأول. يسدد مانكوسو لينتهي شوط المباراة. جهة اليمنى دانيلو يتقدم، يلعب كرة ميرالين بيانيتش، وفي المقدمة هنالك بابكر ولابادولا البديل في الشوط الثاني، بينما في الجانب المقابل يبدأ شوط المباراة الثاني على أمل السير بخطى الشوط الأول. كرة بمحاولة تأتي وتدخل وصافرة وخطأ، خطأ يأتي على بيتريتشوني وميرالين بيانيتش، وبالتالي باولو فاليري يذهب من أجل التأكد فيما لو كانت هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء لليوفي، ركلة جزاء ليوفنتوس على خط منطقة الجزاء، وبالتالي تحتسب ركلة جزاء. سجل أعتقد ذلك باولو ديبالا ولا جابريالو بأقدام الأرجنتيني، يوفي يتقدم بنتيجة المباراة، ومن علامة الجزاء يسجل، من علامة الجزاء يسجل عن طريق باولو ديبالا، هدف ثاني في هذا الموسم بعد أول في شباك إنتر خارج الديار. يأتي الهدف الثاني الآن، هذه المرة من علامة الجزاء، وهذه الكرة الكرة ملعوبة داخل المنطقة الآن. بابادولا خطيرة جدا، خطيرة جدا، تسديدة تأتي عن طريق مانكوسو، لكن مانكوسو متسللا، ماركو مانكوسو عند أبابكر، وصلت بعد ذلك لمصلحة يوفنتوس، تسديدة خطيرة جدا، خطيرة، كرة القائد مانكوسو، محاولة بالقلب في غاية الروعة، جاءت عن طريق تشيزني، مطالبة بركلة جزاء، تأتي ركلة الجزاء، تأتي ركلة الجزاء، لمسة يد، لمسة يد لمصلحة من أو على من، على من؟ يبدو القائد بونواتشي، حكم المباراة ينتظر تأكيد تقنية الفيديو، احتسب ركلة جزاء للمتواجد منذ 3 سنوات يبحث عن الهدف الأهم. الله 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 الله، ببرودة أعصاب مانكوسو، الفرح في مدرجات فيا دي ماري لجماهير ليتشي، القائد يسجل 5 أهداف في الموسم، القائد يسجل 5 أهداف في الموسم ويتقدم من علامة الجزاء ليضع قيم، والتي كانت في مايو من عام 2012 انتهت 1-1 إلا بكرة اصطدمت في القائم من برناردسكي. برناردسكي شوف الكرة الماضية، شوف المحاولة والانطلاقة، يمع المفاجأة في هذه الجولة، عرضية من كالديروني، راسية تأتي عند حارس، كرة بمحاولة في منطقة الجزاء، قادم لليوفي في بطولة كأس إيطاليا في يناير القادم، في يناير القادم، من أجل الهدف الثاني. كرة ملعوبة داخل المنطقة، خطيرة جدا، جوله، كرة بونوتشي إلى خارج أرضية الملعب، خطيرة جدا، المحل المتواجد منذ 3 سنوات يبحث عن الهدف الأهم. الله 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 الله، ببرودة أعصاب مانكوسو، الفرح في مدرجات فيا دي ماري لجمال
جماهير ليتشي، القائد يسجل خامس أهداف في الموسم، القائد يسجل خامس أهداف في الموسم ويتقدم من علامة